أكيد إن شاء الله. ان شاء الله من برنامج شهيوات مع اسماء. تبارك الله عليكم، اليوم فيديو جديد صراحه. غيجيكم هذا الفيديو مختلف كما كتشوفوا. الاغلبيه اللي عارفيني انني الاصل ديالي شلحه من مدينه الخميسات، فاليوم فضلت ان هذا الفيديو هذا يكون في مدينتي، بدا بالتقاليد ديالها وبالاصاله ديالها. منين كنا صغار هذه هي الدار اللي عشنا فيها. خالتي كانت كتقول لينا اجيو تاكلوا واحد الزميطه، كنا كنهربوا وكتوكلها لنا بزز. ديك الزميطه كتقول عليها انها صحيه وفيها العشوب واومين طون اقتصاديه. فانا اليوم فكرت علاش لا مع خالتي اننا نبارطاجيو معكم هاد الزميطه هادي، تعرفوها باش كتصاوب، شنو هما الحوايج اللي زوينين فيها، سهله واقتصاديه. انا نرحب ان شاء الله بخالتي. بغيت ترحيب، ترحيب ومعايا خالتي ومرحبا بها، ونهار كبير هذا بها. بس زمان اختي راه ما نكذبش عليكم، واخا ما شكون يحضر معايا في الحلقه، ماشي بحال الناس ديال زمان فريمون والله البنات اللي كنستافدوا منهم، من النصائح ديالهم ومن المعلومات ديالهم. شحال هذه كان الزين ديال الناس زمان كان طبيعي، الوصفات ديالهم طبيعيه، الماكله ديالهم طبيعيه، كانوا كيعيشوا كلشي طبيعي، ماشي بحال دابا. فانا غنخلي خالتي هي اللي تقول لكم. خالتي الناس زمان الحشمه يا اختي ماشي بحال نقص دريب. قلتي لي البارح فاش جات ماما مشيتي درتي الزرع، دليتو عند القلاي وطحنتي، حيت خالتي ديما عندها الزرع في الدار ديال الاعشاب، ديال الاعشاب في اليوم السلميه فيها سميتو مرسيطة. شنو هادي؟ مرسيطة. هادي مرسيطة منقية ومطحونة. هادي الزعتر. الزعتر حتى هو مطحون. هذا فليو. فليو. والخرط وهذا الزيت البلدية والعسل الحر. دابا جاني هذا خالتي كثير. نجيب هادي، هذا الماء باش تخلطي. هي باش كنخلطوها كما شفتوا، هادي سفوف كتقولوا لها زميطة. زميطة. زميطة بنتق. بالشلحه، بالشلحه بنتق. ها نتوما البنات، الطحين كتحمريه وكيتطحن ديال الزرع كما شفتوا. انا جاني هذا الشيء كثير، غادي نجيب قصريه واحده اخرى صغيره. ديري غير شويه، ديري غير شويه باش نجمعوها. سهله وبنينه، كنعقل بنينه كتحمق، وفيها بزاف ديال المنافع. ها نتوما كما كتشوفوا مرسيطه، فليو، الزعتر، الزيت البلديه، صحيه وحتى اقتصاديه بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه. العسل باتك ديال العسل ولا ديال السكر؟ العسل ولا السكر، ولكن هي من الاحسن العسل الحر. كديريه في الماء طايب باش كيدوب، جوج معالق تقريبا ولا على كل واحد حسب كيبغي الواحد. نديرو غير شويه من هنا مع الزيت البلديه، مع الزيت البلديه، وكتجمع كتولي كويرات صغيورين. صراحه قلت ما نبخلش عليكم ونوريكم هاد الوصفه، حيت كتستاهل انها تبارطاجا مع الناس. جوج معالق ولا ثلاثه؟ هذه صحيه قلتي لي، الناس كانوا كياكلوها بكري
يعني شوب ودواء وكل شيء فيها. طيب حل مساخن لا صافي بحال هكاك بحال هكاك زويته بلدية وغديري الطحين ان شاء الله. الطحين اللون ديالو خلاه حتى يتحمر على حسب اللي بغيتي انت يتحرق. هادي بان ليا غير ما فيهاش زنجلان اللوز كاوكاو داكشي ما فيهاش ولكن فيها العشوب. العشوب الاعشاب كون كانوا ولادنا كياكلوا هادشي دابا عوض لي بيسكوي ولي بونبون داكشي كامل كياكلوا هادشي كنا على بس علينا كنا صغار وكتبعنا هنايا باش كتوكلنا هاد الزميطه هاد. هي بدات كتعجن وكل واحد كيدير على حساب القياس ديالو كما شفتوا لي دابا درت غير شويه باش توريكم كيفاش كتجي رايقه خصها تجي جا شويه الباجري رايقه صح. ضربنا بعدا واحد مولاتي رفيسه دارتها بنت خالتي غزاله جات كتحمق بالحرشه كلينا وشربنا وجلسنا عاد قلت لها ونوضي نبارطاجي مع الناس هاد الزميطه هادي لوز ولا كاوكا ولا بلاش كاع ولا جنان ما بغيتش يعني كاين اللي كيبغي يزيد فيها كاوكا واللوز يعني تكربيها تزوقيها ولا بالزنجلان. شوف كيفاش دارت ليها هكا وتقدي ديريها كويورات على حسب بغيتي تزوقيها تقدي تزوقيها بالزنجلان اولا اللوز اولا اللي بغيتي ولكن لو شارم ديالها البنات هكا ما شفتوها البنات كاين اللي كيديرها هكا طويله كاين اللي كيديرها كويورات صغيورين كل واحد كيفاش ممكن كاين اللي عنده دوك المراشم وبغى يزوقها يحطها مرشمات كتجي واعره البنه ديالها الريحه ديالها بعدا دابا الريحه جايه من راس ديال الدب الريحه مجهده بهذا العشوب اللي دارت فيها خالتي كما علاش ما شفتوناش درناهم حيت خالتي ديجا خلطيهم هنا طحنتي كلشي وخلطات كلشي كندير حتى الحمص الفول كلشي داكشي يعني الحمص الفول جميل جميل اللي بغى يدير شي حاجه يزيدها يزيدها الدرال المايسه البنات اي حاجه بغيتي تزيديها زيديها كتطحن وكتجي بحال هكا غزاله بنينه واهم حاجه انها صحيه يعني الا كليتي حتى يمكن كتفتح حتى الشهيه زياده في الوزن عندها بزاف ديال سميتو صراحه انا تشهيتها غندوق ونرد عليكم خبار. يا سلام بنينه البنات والله العظيم نبغيكم كلكم تجربوها. المهم البنات انا الصراحه راه غتصاوب ليا واحد الطويصه نديها معايا مصابغه تاكلها ليا سلمى ومالك حيت الصراحه فاش عرفت ان شنو فيها كما سمعتوا خالتي انا ما كانش في راسي ان الحمص الفول الذره الحلبه كلشي كيتطحن وكيدار مع داك الطحين صراحه اي حاجه من هذا الشيء اللي قلت لكم فيها بزاف ديال الفيتامينات اللي حنا كنحتاجوا ليهم الصراحه واللي دابا حاليا قليل فين كناكلوهم فهذه فرصه ان الانسان ياكلهم في هذه الزميطه هذه. وخالتي كما قلت لكم في الاول راه هاد المقادير كاملين هي ديجا دايماهم في الطحين وطاحناهم صوبه حيت ماما البارح جات عندها يعني البارح هذا الشيء مقاد غير دابا حطات لكم باش تفكركم شنو هما المقادير اللي غتحتاجوا لهاد الزميطه هذه. الناس اللي كيعرفوها ما ينساوش يكتبوا لي في لي كومونتير واش فايتي نكلاوها كيفاش جاتهم والناس اللي غيجربوها ان شاء الله حتى هما يبارطاجيو معايا كيفاش جاتهم والناس اللي ما عمرهم عرفوها كنتمنى انكم تجربوها حيت الصراحه كتستحق انكم تجربوها مع فيديو جديد ان شاء الله في مدينه اخرى اولا في الدار ديال اسماء بيوتي. باي باي.